هاي يا بنات خلوا بالكم من اختكم وما تسيبوهاش تعيط، انا هدخل دلوقتي المطبخ اشطبه بسرعه وهطلع لكم على طول. ماما بس يا ماما هي زعلانه او بتعيط، ما ينفعش تقعد معانا طول الفتره دي. لا لا مش هينفع يا جنى خالص اخدها، انا لو اخدتها دلوقتي مش هخلص في يومي. خلوها معاكم بس تلعبوا معاها وما تسيبوهاش تعيط، ماشي يا هنا؟ خلاص حاضر يا ماما. وبعدين يا هنا هنلعب ايه دلوقتي؟ انا عندي اقتراح جميل قوي قوي يا جنى، ايه رايك نلعب بادوات الدكتور؟ لعبه حلوه قوي يا هنا، بس انا عايزه ابقى الدكتور. خلاص يا جنى انا ما عنديش مانع، انت هتبقى الدكتوره وانا هبقى ماما حلا وجايبها لك عشان هي تعبانه واكشف عليها. الله حلوه قوي يا هنا. بس انا مره هجيب... ومره ما تاخديش عليها، يعني انت الدكتوره مره وانا الدكتوره مره. خلاص ماشي، بس انا هجيب بقى ادوات الدكتوره واجي على طول. بسرعه اطلعي اطلعي. اوه خلاص بقى يا حلا، خلاص ما تزعليش نفسك، انت بتعيطي ليه؟ انتي بقى لو في حاجة بتوجعك يا هنا، يا حلا قصدي هنا ايه، بس لو في حاجة بتوجعك انا ممكن اخدك اوديكي للدكتورة، في هنا جنبنا عيادة الدكتورة جميلة قوي وهتحبك قوي خالص وهتكشف عليكي، ايه رأيك؟ خلاص يعني اتفقنا، يلا بينا بقى نروح للدكتورة. وصلنا اهو يا حلا يا حبيبتي، ما تعيطيش خلاص، كل حاجة هتبقى تمام دلوقتي. ماما اهلا اهلا يا جميل، بتشتكي من ايه؟ تعالي. ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله يا اما. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هنا ودي بنتي حلا. اهلا اهلا بيكي، تعالي تعالي يا حلا يا جميلة. انت هي بتشتكي من ايه؟ هي سخنة يا دكتورة جنى، وحسيت كده ان هي تعبانة وفي حاجة في بقها بتوجعها زورها تقريبا، وكمان كانت بتعيط جامد. يا خبر ابيض، مش معقولة. لا هاتيها بقى نكشف عليها على طول. ثواني اجيب شنطتي. اهدي اهدي يا حلا، خلاص الدكتورة هتكشف عليكي حالا. هي دي عدة الكشف بتاعتك يا دكتورة جنى؟ ايوة استني بقى لما نكشف ونشوف ايه مشكلتها. اتفضلي، انا خايفة على بنتي قوي، اوعي تديلها حقنة. قولي كده يا حلا. ايوة انا سامعة كل حاجة بتحصل جوه. سامعة ايه يا دكتورة جنى؟ قولي كده يا حلا. لا ما تقلقيش خالص، شوية التهابات كده في السنان. سنان ايه بس يا جنى، انتي بوظتي اللعبة، هو انتي حاطة على بطنها عشان تقوليلي سنانها بتوجعها يا بنتي؟ اصبري بس يا هنا اصبري، مش لما اقولك الباقي. عندها ايه بقى، ايه مشكلة البنت دي؟ عندها التهابات في حاجات كتير قوي، في سنانها وزوها وكل الحاجات. ثواني بقى اكتب لها الدواء. وادي الدواء بتاعك يا كتكوتة، افتحي بقك يلا. ايه ده، الدواء ده هيخليها تخف يا دكتورة؟ ما تقلقيش خالص، هتبقى تمام وزي الفل، بس بعد ما تاخد الحقنة كمان. يلا افتحي بقك حلا. يلا يا حلا افتحي بقك، ما تخافيش، ما تعيطيش. الدواء ده بقى هتديلها منه 3 مرات كل نص ساعة. كل نص ساعة مش كتير كده؟ لا مش كتير خالص، لو حبيتي كل 5 دقايق مش مشكلة. خلاص انا هديلها منه على طول زي الببرونة كده، عادي يعني عادي. ايوه حطها في اللبن بتاعها. ممكن بقى تمسكي بنتك عشان تاخد الابرة؟ ايوه طبعا، امال ايه همسكها لك؟ انت هتديلها الابرة في دراعها ولا في رجلها؟ لا في توتها. طيب ثواني. اهدي يا حلا اهدي، دي شكة بسيطة خالص مش هتحسي بيها. ما تخافيش يا كتكوتة، ما تخافيش، هشكك براحة خالص. بالراحة يا دكتورة علشان خاطري، هي مش هتستحمل. امسكيها حلو بس انتي يا مدام هنا. بالراحة. ايوه خلاص. دلوقتي بقى تقدروا تروحوا عشان تاخد الدواء بتاعها في البيت تاني.
لسه هديها الدواء تاني. ايوه طبعا لحد ما تخف بقى. ايوه ايوه عندك حق برضو، فكره. متشكره متشكره قوي قوي يا دكتوره شنا. انا مش عارفه اقولك ايه، المفروض دلوقتي ان هروح الاقي البنت خفت. ايوه هي تقريبا خفت خلاص. كويس كويس قوي قوي قوي، انا هاخدها واروح بقى عن اذنك. باي باي، مع السلامه يا حلوله. يا بنات ايه ده، انت تعبانه يا ماما؟ ازيك يا مدام سهام، تعالي اكشف عليكي. تكشفي عليا يا جنى؟ هو انت دكتوره بقى ولا ايه؟ ايوه ايوه يا ماما، كشفت على حلا وكتبت لها الدواء واديناها حقنه كمان. يا خبر يا بنات، ويا ترى خفت بقى ولا لا؟ ايوه ايوه يا ماما خلاص خفت، انا اديت لها الابره والدواء وبقت كويسه وشطوه. وهي كان عندها ايه بقى يا دكتوره جنى؟ كان عندها التهابات في حاجات كتيره كده. ماشي 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 يا حبايبي، يلا بقى يا ريت ترموا الالعاب دي وتنقعوا في مكانها بعد ما تخلصوا لعب. حاضر حاضر يا ماما. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.